أنا اللي أثار أعجابي أنه حتى لحظات الفراق عشتوها بحب. هذا الصح يعني هي لا. أحسن شخص مرق بحياتي كله يعني. أحنا لحظات الفراق نعيشوها نفضحني ونفضحك. لا. ورجع لي هدايا وخذ هدايا. ما بتكون معناتها ما في حب يعني كان. الكلاسيك هذا. لا بس ما في حب. أنا عشتوها بأي عشتوها بألم ولكن بحب كبير. برافو. لأنه حبيتها من كل قلبي. لأنه ولا يوم من الأيام والله العظيم إزتني بكلمة هيدي المخلوقة. ولا يوم من الأيام غلطت بحقي. ولا يوم من الأيام ليش بدي أزعل أنا وياها وليش بدنا نزعل. سمعتك في حوار تقول كنت نصلي ونسجد وندعي يا ربي عاوني أنساها. ايه. ساعدني أنساها. صح. لأنه هذا الموضوع مش بإيدك يعني عن جد. اللي بيقول لك انه هيني وخلص تنسى وكذا ما شو مش بايدك. اوكي حيجي وقت مش تنسى حيجي وقت تتاقلم انه منا موجوده بس بده وقت ومش بالسهل ومش انه يلا هلا بلحظه تلاقيها خلص خلص الموضوع. كرمال هيك دعيت انه يا رب ساعدني انه اطلع من هذا الموضوع وتكون منيحه وتكون باحسن حياه وتكون حياتها احلى حياه بالعالم. لانه اللي بيحب بيتمنى الخير لغيره أو للي بيحبه يعني.